مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم اقرأ. اقرأ باسم الذي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. مشاهدينا الكرام، فقرتنا الأولى النهاردة في برنامج اقرأ مع قارئة القرآن أو مقرئة القرآن الأستاذة هاجر سعد من المنيا. إن شاء الله هنتعرف عليها دلوقتي، وفقرتنا الثانية إن شاء الله تعالى هنكمل شرح لا النافية. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة هاجر. أهلا بيك، شرفتينا. ربنا يخليك. تعبناكي مشوار جامد من المنيا لهنا. لا تعبكم راحة. يعني عاوزين نبدأ على طول في استماع للقرآن الكريم، بس قبل ما نبدأ في الاستماع يعني عاوز أقول لحضرتك، يعني هل فكرة تلاوة القرآن أو قراءة القرآن على السوشيال أو على صفحتك أو في أي مجتمعات حتى ولو نسائية أو مجتمعات عموما، يعني الفكرة جات لك إزاي؟ أو مين اللي قال لك إن لا أنت صوتك جميل المفروض تقرأي كذا؟ والله هي الفكرة يعني ما كنتش حاطة في دماغي أي حاجة خالص. بدأت إن أنا نزلت بس فيديو كده، كنت قاعدة بتسلى، عجب ناس كتير وناس كتير شجعتني يعني، فبدات ان انا اعمل فيديوهات كتير بقى لي حوالي 3 سنين. تمام، بسم الله ما شاء الله، شيء جميل جدا. طيب يعني ما لقيتيش انتقادات؟ في ناس دايما مثبطه ومهبطه كده، دايما ما بتحبش النجاح. في ناس كتير انتقدتك؟ اه طبعا كتير جدا. من يعني ليه بقى الانتقاد؟ اول حاجه قالوا لي ان مش صوتك خالص، يعني لان صوتي قريب من الشيخ محمد البراك، فكانوا بيقولوا لي لا انت مصطنعه يا اما ده مش صوتك. يعني كتب عني في جرايد برضو قالوا لا مش صوتك، طلعت لايف برضو لا مش صوتك. اعمل ايه؟ حاجات كتير. كان عندي برضو لقاء تلفزيوني برضو بعد ما طلعت قالوا لي لا برضو مش صوتك. طب يعني تعملي لهم ايه؟ مش عارف. طيب هتسمعيني ايه النهارده كده ان شاء الله تعالى؟ كده اول حاجه كده من سوره قاف ان شاء الله. يعني سوره قاف، انت لاقي نفسك في سوره قاف؟ اه صح، عشان برضو محمد البراك صوته كان اياميها جميل جدا وهو صغير في سورة قاف. طب نستمع سورة قاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. عظيم، جزاك الله خيرا. سورة قاف بتهز النفس هزة وترجها رجا. سورة قاف مقربة إلى قلبي جدا أنا كمان، وكنت بستمعها وأنا صغير كتير قوي، وخاصة من مشايخنا، بس مشايخنا بقى السعوديين. طب أنا استمع، يعني أنت فقط بتقرأي قرآن أو بتتلوه، ولا مثلا حبيت أن أنت تحفظي أولاد صغيرين أو شباب صغيرين؟
يعني فقط بتتلو القرآن؟ وانا بقالي وانا صغيره يعني وانا في ابتدائي بحفظ قران، بعد كده كنت محفظه، ختمت القران من حوالي 9 سنين. بسم الله ما شاء الله. فاتجوزت طبعا مشاغل البيت والاطفال وكده، بس بحاول ان شاء الله ارجع للاول. تمام، شيء جميل جدا حفظ القران وتحفيظه بقى للصغار. غير هتاخدي يعني شيء جميل جدا، يعني هتاخدي ثواب في الدنيا وفي الاخره، يعني مش في الاخره فقط. طيب مفيش انشاد، مفيش اي حاجه ثانيه، هو فقط المحبه اللي انت تقرا قران يعني. طبعا وافضل شيء هو القران الكريم. اكيد طبعا افضل حاجه. طب هنستمع لحاجه ثانيه غير سوره قاف؟ نبدا براحتي خالص. سوره القيامه. ماشي اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. صدق الله العظيم، شرفتينا جدا يا أستاذة هاجر، وكنا نتمنى ان انت تقعدي معانا اكثر من كده بكثير حقيقة. ربنا يكرمك يا رب. شكرا جدا. يعني ان شاء الله يعني على وعد بلقاء اخرى كثيرة. فبرنامجنا اقرأ يعني اكيد، وأولنا اول حاجة نتعلم القراءة والكتابة ثم قراءة القرآن، فان شاء الله على وعد بلقاءات اخرى كثيره. ومشاهدينا الكرام، استاذه هاجر سعد مقرئه القران، محبه لكتاب الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام، متشكرين جدا استاذه هاجر، معلش احنا اسفين جدا يعني الوقت ازف. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل الفقره الثانيه مع تكمله شرح لا إنها هي ولا إنها فيها. انتظرونا.